تشيكن تكة سندويشة البوري دجاج مطفى بالليمون والتوم. السلام عليكم يا قوم، اخباركم؟ كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بافضل حال. شو هاي؟ هاي ميني حلوى عمان، اهل الخليج بيعرفوها اكيد. اللي ما بيعرف حلوى عمان يكتب حلوى عمان. انا صراحه ما بعرف من ايش معموله، بس حسوها اشي عربي اصيل بالحلو. طبعا هاي عينه من حلوى عمان. حلقتنا اليوم زي ما شفتوا عن واحد من ألذ مطاعم التشيكن تكة بالأردن. اللي بيعرف مطاعم بتقدم تشيكن تكة لذيذ يكتبولنا في الكومنتات. أتكلموا عن المنقل. طلبت أغلب المنيو من عندهم عشان يعني نشوف إيش ممكن. دجاج بالليمون، إشي بالبرياني، إشي كاري إلى آخره. محمد معلق لنا هون، الله يوفقك، استمر وإن شاء الله بتكبر القناة. وبصير أقول للناس أنا متابعك من لما كان عندك 6000 مشترك. تعليقك هاد لمس قلبي. يا رب يا رب، الله ينولنا هيك يعني المراتب العالية في كل شيء في حياتنا. أشكرك على الكومنت يا محمد. عمر بيحكي لنا والله العظيم إني بنبسط لما بشوفك كل فيديو بتزيد مشتركين. استمر. اللي مش عامل سبسكرايب ينزل يعمل سبسكرايب عشان نضل نزيد عدد مشتركين، واللايك من اجله لاخر الحلقه. اكسمان معلق لنا هون بحكي لي كان بالي عندك تقريبا 200-300 الف بسبب الجوده، تستاهل الافضل. يا جماعه الخير، اللي شايف انه المحتوى بيستاهل الدعم ادعمونا بشير لحبايبكم واللي حواليكم، احكوا لاصدقائكم عنا وان شاء الله ستذوقونا كل جديد. حلوى عمان، اشكرك يا اكس مان على الكومنت، وبجهودكم ودعمكم ان شاء الله بنوصل الارقام العاليه ان شاء الله. اهم شيء نكون بنقدم محتوى يعجبكم. منار معلقت لنا هون نصيحه، خفف قراءه كومنتس، ما حدا مهتم لانه زائد بتقدر وانت تستنى المطعم طفي الكاميرا. انا حتى مرات بصور هاي الفقره بعد الاكل عادي، فانا بصور هاي الفقره لكم وزي ما انتم بتحبوها. فيا منار اذا يعني ما بتحب الكومنتات اسكب على الكومنتات. بحس فقرة اني احكي معاكم مهمة ولا شو رأيكم؟ اكتبوا لنا في الكومنتات هل فقرة الكومنتات حلوة ولا. تولين احمد بتحكي لنا اسماعيل اعمل حلقة عن ارخص مطعم ضد اغلى مطعم وقارن بينهم، اغلى برجر وارخص برجر، اغلى شاورما وارخص شاورما. ان شاء الله بنعمل حلقة اغلى وارخص، بنجيب لكم فيها اشي من شاورما اشي برجر اشي، فان شاء الله في ارخص واغلى والفكرة حلوة. واكتبوا لنا افكاركم في الكومنتات، نجيب الاكل ونرجع. المنقل هون واخيرا وصل وانا جعان. نبدا مع اول شيء بقدمه المنقل وهو اللي احنا عندنا ادمان عليه. الحلو انه واصل سخن، تشيكن تكة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لي من اذكى قطع دجاج التشيكن تكة في الاردن. طعمه متعه السنين. اللي بحبه عند المنقل سلاسة القطع، مشوية صح، متبلة صح. يا الله يا الله، خلينا نلمسها. هاي بعرفها متعود عليها كلها دايما، عشان هيك نروح نشوف اللي بعده. سندويشة البوري. السندويتش، شعورك وانت حاملها حلو هيك، حس صراوة سخن. سندويشة البوري انتو شايفين، اعتقد فيها شيش او دجاج مشوي محطوط بصوص وكذا. السندويشة شايفين كيف؟ نروح للي بعده واللي هو دجاج مطفى بالليمون والثوم. شيش طاووق مشوي حاطين جنبه شوية بطاطا وبصل. اسمه انا شايف التومة، هيها موجودة في تومة، بس ما في اشي اسمه دجاج مطفى بالليمون والثوم. شيش مشوي حرفيا يعني، هو كشيش ظابط، طعم اللي عم بيحاولوا يوصلوه مش واصل، مش موجود. كشيش لذيذ بس كفكرة مش لذيذة. اللي بعده المشاوي المشكل، ها هو ذا. سيخ دجاج كباب وسيخ لحم دجاج وشيش طوق. نشوف الشيش. الشيش اللي هلا اكلناه. نجرب كباب الدجاج. خبزة بوري، شوية تومة. ما اضحك عليكم، على بلاطة، اشي مش زاكي. احكي لك اشي مش ظابط، مع انه مش محروق بس طعم حرق، مش متبل صح، مش مبهر صح، مش الكباب. شوف الكباب
شوفوا الكباب افضل بس برضه جوده سيئه. يعني بالنسبه لي ممكن اشتري الشيش، انا هاي اصلا اول مره بجرب من عندهم شيء مشاوي غير التشيكن تيكا. انا بعرف انه مختص بالتشيكن تيكا وبطلب بس التشيكن تيكا. الشيش ممكن اذا حاسس انه يعني مع الاكل هيك حطلب شيء حطلب بس شيش. اما المطفى بالليمون هذاك والتوم، مش مطفى بالليمون والتوم هذاك بس يا دوب. نشوف اللي بعده. هذا المفروض رز برياني مع قطعة دجاج. هلأ إذا بكون برضو شيش يعني أنتم مصيبة، يكون كل إشي عندكم شيش مشكلة. هاي مشكلة والله. هذا شكله شوي مختلف مش شيش، دجاج تحته رز، والمفروض إنه هذا رز برياني. نجرب. أو الرز قوية، الرز عندهم لذيذ. كاري حار. أنا توصلت لخلاصة في هذا المطعم. كبروا الصحن شوي. خبزة البوري، رز البرياني، قطع الدجاج تشيكن تيكا، والبطاطا وخبزة البوري، والسندويش اللي أكلناها هاي، وأكيد ما ننسى الكاري صوص والتومية. أنا هذا صحن أحلامي من المطعم. بضل جنبهم تفتح بيبسي ماكس بدون سكر. طبعاً خبزة البوري أنت بتكون مستعد تأكلها بدون أي إشي. رز البرياني مع الكاري، فوقهم تشيكن تيكا. هذا من المطاعم اللي لما تاكل منه ما بتتركش اشي للجثث. احب كيف مشوي ومنتهي. طبعا انا عملت لكم هيك واحنا بتاني يوم اللي هو اليوم بدها تنزل الحلقة، بدي احلي اشتغل الحلقة انزلها. كيف؟ يلا. حلوى اللوتس. ما في يعني لا مقاومة. أغاتي من محلات الحلويات اللي الفترة الماضية هيك عملت الكل صار على الأقل بيعرفها أو جربها. بدي أقرأ لكم هالكومنت وإنتوا يعني تعطوني رأيكم. فلانة بتحكي لنا: يعني مش فاهمة، أنا رحت طلبت من جريل مارك ناشفيل صوص، إشي بيقرف وريحته بتقرف، شو هذا الكذب على الناس؟ لو في شوية مصداقية بينك وبين الناس أو بين وبين الناس اللي بتحضرك، صدقاً عمري ما رح أفتح فيديو إلك. أول إشي أشكرك. ثاني إشي يا جماعة الخير، أنا بعطيكم رأيي وذوقي في الأكل، إذا ما ناسبكم هذا شيء مختلف. انا بهاي القناه ايش عم بحاول اعمل؟ اجرب معاكم، واللي بيعجبني بحكي انه عجبني، واللي ما عجبني. للي ما بيعرف الناشفيل صوص فهو من الصوصات يعني الصعبه، الحاره، شكلها مش مريح او ريحتها مش مريحه ممكن، ومش دفاعا على المطعم، يمكن المطعم مطلع لها الاوردر بشكل سيء. فاشكرك على الكومنت، وهذا هو ذوقي لا اكثر ولا اقل. يعني انا بجرب الاشياء قدامكم، اللي بيعجبني بحكي عجبني. انا ناسي بالضبط الحلقه والجريل مارك يعني، بس انا ما اكل ناشفيل كثير من الجريل مارك. عبود بيحكي لنا: اسمع، بنصحك تجرب سندويشة الفلافل من عند مطعم العربي القديم. ما بعرف المطعم بس ان شاء الله حابحث. التوفيق إلنا وإلكم يا رب. والله لازمنا حلقة فلافل، لازمنا اشي فلافل بحت. تهاني بتحكي لنا: الحلقة الجاي نبي نور تطلع معك، احسها حيل طيبة، تذكر انها اضافة حلوة للقناة. الله يخليكم لبعض. نور هي رافضة فكرة انه تطلع معي بالفيديو، اذا ما حبت تطلع هي حرة. مصباح معلق لي هون: استمر اخونا، اخوكم مستمر وداعس ان شاء الله. موح او ام 705 بحكي لي: يا زلم انت صاير ادمان اخر فتره، استمر. الحمد لله انه المحتوى عم بيعجبكم، وان شاء الله مع الايام بنضل نطور هذا الاشي ونطلع لكم بافضل صوره. ومع وصولنا لاخر الحلقه بحب احكي لكم: اللي ما عمل لايك ينزل يعمل احلى لايك زيه، وما تنسوا تتابعونا كل ثلاثاء وجمعه حوالين الساعه 6، وسلام.